بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المعلمة خولة الصوفي، رياض ومدارس جامعة الزرقاء، ثانوية البنات. اليوم سنكمل مسيرتنا في التعليم حسب أعلى القلوب، وذلك عندنا اليوم يا أول ثانوي الوحدة 11، وهي وحدة المحبة والأخوة، وهذه الوحدة من نصيب شهر آذار. بعد إنهاء هذه الوحدة بنكون وصلنا مرحلة امتحان الشهر الثاني، لذلك تابعي دراستك. فلديك الآن بركة المتوكل والبحر المديد وشجرة المحبة. المحبة والعنوان شجرة المحبة للصف الأول ثانوي العلمي والأدبي الأردنية، وهو من مواليد عجلون وعضو في رابطة الكتاب الأردنيين. وأهم ما يهمنا في سيرته وحياته أعماله القصيرة. وهي متعددة، فلديه البيت القديم ووردة فيه الخريف والاختيار، وهذه مهمة لأنها أخذ منها، يعني يوم الامتحان سألتك ما اسم القصة أو الرواية التي أخذت منها هذا الجزء من شجرة في شجرة المحبة، ستقولي الاختيار. أيضا زهرة برية والمخترع الصغير، أيضا له مؤلف وهو ومن مؤلفاته الدرامية طريق السلامة. تلاحظي أول أن كاتبنا مهي المشهورة، وهو غزير الإنتاج، متعددة الموضوعات معظمها تتعلق بالبيئة والوضع الأردني، ونحن اليوم نحتفل بعيد الكرامة وهي تمثل البطولة الأردنية على وفي هذا الوطن. هذه الدرس أو هذا الدرس يمثل نموذج للقصة القصيرة. وهو يتناول موضوع اشتمال التدين بفعل محاولة التفهم والسير بنا قدما نحو الحياة والمستقبل. كوني بقول قصة قصيرة، إذا هي تمتلك عناصر القصة، ولذلك سنطرح عناصر. أي قصة يا أول يجب أن تحتوي على مجموعة من العناصر، وهي المكان، الزمان، الشخوص، الحوار، العقدة، الحل. طبعا المكان هو المكان الذي جرت به أحداث القصة، ومكان قصتنا هذه في قرية تأخذ بعادة الثأر. حاول أن يطرح الفكرة الكاتب موضحا هذه الفكرة السيئة التي تتعاقب مع الأجيال، ومحاولة التخلص منها من خلال بعض الأفكار الطيبة النير من خلال فئات الشباب. الحدث الشخصية تنمو مع الحدث، وسنجد عندنا مثل أمثال لها. شخصية ثابتة دورها ثابت ولا تتطور. الحوار، نجد أن الحوار يقسم إلى قسمين، حوار داخلي وحوار خارجي، ونجد هذين النوعين في القصة مسيطر عليها. حوار داخلي داخل نفسية الشخصيات الرئيسة أيضا، وحوار خارجي ما بين الأبطال وما بين بعضهم. العقدة وتعني تأزم الحدث، والقصة احتوت على عقدة وكان الحل موجود. درسنا يا أول يقع في 3 حصص، واليوم سنأخذ حصة واحدة وهي من بداية القراءة أو درس القصة إلى الفقرة نهاية الفقرة الرابعة. يقول: ما زال بيت خالد أول ما يطل علي حينما أزور قريتنا فأتذكره،
كيف لا أتذكره وقد مات لأحيا ويحيا معي الكثيرون في أمن وسلام. وما إن أصل إلى بيتي حتى أرتاح قليلا إلى خارج القرية لأرى شجرة المحبة. تبدأ القصة منذ زمن، منذ القدم، منذ أجيال عديدة بائدة، حين بدأ ذلك الصراع الدامي بين عائلتي وعائلة خالد. لا يدري أحد بالتحديد متى بدأ ذلك الصراع الدامي الطويل أو لماذا، ولكن هذا الجيل من أهل القرية قد فتح عينيه على الحياة وكان الصراع محتدما. في ظلام الليل تدوي في القرية رصاص واحد منا سوف يقتل، وتواصل الهمس حتى طرق مسامع أبي ومسامع خالد والده، وقال لي والدي وهو يحشو مسدسا بالرصاص ويدفع به إلي: انتبه جيدا فقد يغدر بك ذلك الجبان. هممت أن أسأل والدي عن مغزى الخوف منه ما دام جبانا، إلا أنني تراجعت خشية أن أتهم أنا أيضا بالجبن، ولكنني في أعماقي لم أكن خائفا من خالد، لا أعرف. ظللت هكذا أسير في القرية متحفزا في الظاهر، إلا أنني كنت في أعماقي هادئا هدوء الليل في ساعاته الأخيرة إلى أن كان ذات يوم. إلى هنا الشرح في هذه الحصة. نبدأ الأولى فنأخذ الكلمات عندنا: ما يطل بمعنى يظهر. أهل القرية، اعتمد يوسف الغزو على إعادة بث القصة في أرجائنا من خلال الراوي سالم، وحتى يظهر لنا كيف وكيف بدأ الصراع وكيف احتدم وكيف عادت الثأر ويمكن التخلص منها. فيقول ما زال، يقول سالم: ما زال بيت خالد أول ما يطل عليه، أول ما يصل إلى قريته يظهر عليه خالد، معناه يطل يظهر، واضح؟ وحينما يزور قريته، أصلا سالم بعد ما ننهي القصة سنجد أنه شخص أكمل دراسته وتعليمه وخرج إلى خارج قريته ولكن زيارتها، فأتذكره يتذكر رفيقه خالد، فيقول متعجبا: كيف لا أتذكره؟ نلاحظ هنا أن استفهام، وما إن أصل، وما إن أصل، وما إن أصل إلى بيتي حتى أرتاح قليلا ثم أندفع إلى خارج القرية. إذن هو دائما يصل مع خارج القرية، سنجد من خلال الأحداث السر في هذا التواصل ولماذا يذهب إلى خارج قريته. هو يعلل ولذلك وضع فاصلة منقوطة، خارج القرية فاصلة منقوطة لإظهار السبب. لأرى شجرة المحبة، أنا لن أفصح عن سبب تسميتها بشجرة المحبة، الأحداث ستريكي ذلك. بدأت القصة من هنا منذ القدم، إذن هذه الأفكار البالية التي نعاني من بعضها ومن بعض الناس الذين يحملونها جاءت إلينا منذ القدم، منذ أجيال عديدة بائدة، بائدة منقرضة أو قديمة. حين بدأ ذلك الصراع الدامي، الصراع الدامي تعني الصراع الممزوج بالدماء، فالدامي جاءت وصف للصراع، لذلك هي تعتبر اسم منسوب يا أول، أتذكرون ذلك؟ بين عائلتي وعائلة خالد. إذن هنا بدأت الأحداث بالتتابع. لا يدري أحد في القرية على وجه التحديد متى بدأ ذلك الصراع الدامي، إذن هو ورث موروث لديهم أو لماذا، ولكن هذا الجيل من أهل القرية قد فتح عينيه على الحياة وكان غيب ثلاثي من الفعل احتدم. في ظلام الليل زيتي رصاصة، في ظلام الليل تدوي، تدوي بمعنى تنطلق رصاصة، رصاصة هنا تعتبر اسم آل، فيعرف الناس أن أن إحدى القائلتين قد أخذت ماذا؟ ثأرها. إذن عندنا القصة تناقش موضوع الثأر. الثأر أصلا من الإسلام، منذ مدينة الإسلام أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتركه، فهو موضوع، يعني يقتل فلان ابن قرية ابن شخص معين فتقوم العائلة الأخرى بقتل الآخرين، وهكذا تتوالى هذه القصة. ويعرفون كذلك أنهم سوف يسمعون، إذا كانت العائلة يقتل منها شاب
تقتل العائلة الأخرى شاب، إذا قتل كبير العائلة تقتل كبير العائلة، وهكذا حتى توالى الدماء في الشارع. وقد همس أهل القرية بعد أن تسارعت أحداث القتل بأنني وخالدا سنكون من بين ضحايا العائلتين، يقولوا أنهم سيكونوا من الضحايا أو أن واحدا منا سوف يقتل. لاحظي سوف يقتل، وعندنا سيقتل. هنا هذه فائدة نتعلمها من استخدام السين، هذا تدل على المستقبل القريب وسوف على المستقبل البعيد، إذا تستخدمان مع واحدة القريب وواحدة أيضا للبعيد. وسوف يسمعون قلناها بأنني وخالدا سنكون من بين الضحايا قريبا يعني، أو أن السم آلة كله غير قياسي بالرصاص ويدفع به إلي. إذا والد سالم مصر على أن ابنه يمارس عملية الثأر، أن يكمل دوره في الثأر. انتبه جيدا يا سالم، يحذر ولده فقد يغدر بك ذلك الجبان. ذلك الجبان عم بيوصف مين؟ خالد، وصف خالد بالجبان. هلأ هممت، يقول الكاتب هممت بمعنى حاولت بدأت ما يشبه أن أسأل والدي عن مغزى الخوف منه ما دام جبان منا، كأنه يريد أن يقول أريد أن أسأل والدي لماذا نخاف منه يا والدي كونه جبان، معنى جبان خائف لا يستطيع أن يقاوم أحد بهذا المعنى. إلا أنني تراجعت خشية أن أتهم أنا أيضا بالجبن. لو سألت لماذا تراجع، إلا أنني كنت في أعماق هادئ هدوء الليل في ساعاتي الأخيرة إلى أن كان ذات يوم. إلى هذه الفقرة هذه الحصة، لكن قبل أن أنهي من هذه الفقرات التي تم تناولها لديك واجب، استخرجي مما تم طرحه ما يلي حتى تتابعي معي. أولا خبرا لناسخ، ظرفا مبنيا، جمع قلة، منادى مبني، فعل أمر